الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في سلسلة دروس ومختبرات علم اللافقريات، وهي من الدروس الموجهة إلى طلبة المرحلة الثانية قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بغداد. هذا المختبر سيكون حول الرخويات فايلم موليسكا، وسيكون معكم في شرح هذا المختبر الدكتور حارث سعيد الورد. كالمعتاد سنبدأ بالصفات العامة لهذه الشعبة. وأولا الموليسكا هي حيوانات مارين، هي حيوانات بحرية المعيشة أو فريش ووتر، تعيش في المياه العذبة أو أن تكون تيرستريال، يمكن أن تكون برية المعيشة، فهي يمكن أن تعيش في هذه البيئات الثلاثة اللي هي البحرية مارين، عذبة مياه العذبة فريش ووتر، أو أن تكون برية المعيشة تيرستريال أنيمال، وهناك الكثير من الأمثلة. الموليسكا يمكن أن تحتوي على specialized muscular foot، على قدم عضلية متخصصة، وهي التي تستخدم for locomotion، التي تستخدم لأغراض الحركة. الاكتينيديا أو الجلز تكون موجودة وعادة ما تستخدم لأغراض التنفس respiratory organs، ويمكن في بعض الأحيان في مجاميع معينة يمكن أن تستخدم لأغراض الفيدينج ديفايسز، لأغراض التغذية. هنالك طية ظهرية تسمى بالمانتل أو البرنوس أو البيريام تسمى أيضا، وهي التي تقوم ب يعني تحيط بالمانتل كافيتي، والتي تستخدم لأغراض التنفس، وقد تحتوي على غلاصم، وربما تقوم بإنتاج الإكزوسكيليتون أو الشيل الصدفة. إذا هذه هي وظائف المانتل اللي من ضمنها هي سكريت شيل. هنالك جهاز دوران من النوع الاوبن، من النوع المفتوح open circulatory system، والذي يقوم بضخ الدم عن طريق قلب نابض pumping heart. بالإضافة إلى أن الموليسكا يمكن أن تحتوي على جهاز هضمي أو قناة هضمية كاملة complete digestive system، وهي التي تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة المخرج. الموليسكا هذه الحيوانات، هذه النواعم، تمتاز بأنها الجوف الجسمي فيها يكون حقيقيا ولكنه مختزل، ولكنه reduced. هذا الجوف الجسمي يكون مختزلا، حيث يوجد فقط يعني يحيط بالبريكارديوم، في تجويف البريكارديوم هو التامور، غشاء التامور الذي يحيط بالقلب، والتجويف الكدني الكلي الكليتين، وهنالك ايضا تجويف الاعضاء التناسليه اللي هو الجونودال كافيتي. اذا هو مختزل فقط لهذه الأعضاء. معظم الموليسكا most موليسكا عدا البايفالف، عدا يعني exception، هنالك يعني عدا البايفالف تحتوي على ما يسمى بالراديولا، وهو عبارة عن عضو برد راسبينج أورجان، والذي يستخدم من أجل كشط المواد الغذائية التي تحيط به، وذلك لغرض أنه يتناولها ويتغذى عليها. إذن كل الموليسكا أو معظم الموليسكا عدا النواعم ذات المصراعين اللي هي بايفالف موليسكا تمتاز بأن لها فم مزود براسبينج أورجان اللي هو يسمى بالراديولا، والذي يستخدم هذا الراديولا في السكرابينج اوف فود ماتيريال، في كشط المواد الغذائيه. اخيرا معظم الموليسكا لها راس واضح، ومره اخرى هذه الصفه غير موجوده في البايفالف موليسكا. اذا كلها لها راس واضح عدا البايفالف موليسكا، عدا يعني معظم الرخويات لديها رأس متطور، وهي ميزة غائبة في ذوات الصدفتين، في ذوات المصراعين، في الباي فالف موليسكا. واضح؟ شعبة النواعم إلى عدة أصناف رئيسية.
اعتمادا على نوع الأصداف، شكل الأصداف، موقع القدم، شكل القدم، طبيعة الغلاسم إلى آخره. فإذا هنالك مجموعة من الصفات التي تحدد تنوع وتقسيم هذه الشعب الحيوانية، والتي يمكن تصنيفها إلى الآتي. أول شيء، الصنف الأول هو متعددة الأصداف، بوليبلاكوفورا، وهي صنف متعددة الأصداف. الصنف الثاني هو صنف بطنية الأقدام، اللي هي غاستروبودا، غاستروبودا. أما الصنف الثالث فهو صنف زورقية الأقدام، اللي هو سكافوبودا، صنف زورقية الأقدام سكافوبودا. ولدينا أيضا صنف لاملي برانكياتا، صنف صفيحية الغلاسم. وأخيرا صنف رأسية الأقدام، اللي هو سيفالوبودا. طبعا هنالك صنف آخر هو صنف الأبلاكوفورا، هو صنف عديمة الأصداف. أنا سنكتفي في الجزء العملي بهذه الأصناف التي أمامكم، اللي هي بوليبلاكوفورا متعددة الأصداف، غاستروبودا بطنية الأقدام، سكافوبودا زورقية الأقدام، لاملي برانكياتا صفيحية الغلاسم، وأخيرا سيفالوبودا وهي صنف رأسية الأقدام. الصنف الأول هو صنف متعددة الأصداف، متعددة الأصداف، والتي تمتاز بأنها جسمها يكون متطاولا elongated، ويكون مضغوطا من الجهة dorso ventral flattened، يعني الجسم يكون مضغوطا من الجهة الظهرية البطنية. إذن هو جسم متطاول elongated and dorso ventral flattened body، وجسمها يكون مضغوطا من الجهة الظهرية البطنية. طبعا الهيد يكون بدائيا جدا primitive، إذ يحتوي على فتحة الفم، ولا يوجد أي tentacles أو عيون، لا توجد أي ملامس أو أي عيون. التناظر يكون جانبيا bilaterally symmetrical، والمسنان أو الراديولا، هذا المكشاط، الراديولا تكون موجودة في هذا الحيوان، والتي تقوم بعملية كشط المواد الغذائية. الشيل تتكون من 8 dorsal plates، 8 dorsal overlapped plates، يعني تكون متراكبة، هنالك plates متراكبة متداخلة، وهي ما يكون الصدفة في هذه الحيوانات، أي إنها تتكون من أصداف يعني متعددة. أشياء تكون من أصداف متعددة، فلذلك سميت بالبوليبلاكوفورا متعددة الأصداف، إذ إن الأشياء تتكون من عدد من الصفائح تساوي 8 صفائح ظهرية الموقع، وعادة ما تكون متراكبة. الفوت تكون عريضة، الأقدام والقدم تكون عريضة ومسطحة، وفتحة الفم وفتحة المخرج تكون يعني تقع كل واحدة منها في جانبين متعاكسين. الجلس تكون متعددة، والأجناس تكون منفصلة في هذه الحيوانات. مثالنا هو حيوان الكايتون. مثال البوليبلاكوفورا هو حيوان الكايتون. البوليبلاكوفورا عن صنف متعددة الأصداف، وحيوان الكايتون، والذي يمكن أن نلاحظ فيه منظرين، منظر بطني ventral view ومنظر ظهري dorsal view. طبعا في المنظر الظهري في dorsal view يبدو الحيوان بأنه يعني بيضوي الشكل، ويكون متناظرا تناظرا جانبيا. الحيوان طبعا يحتوي على shell, foot, mantle, visceral mass، وهي التراكيب التي تتكون منها كل المولسكا تقريبا. هذه هي الشيل التي تتكون من يعني الجزء الظهري منها يتكون من 8 overlapping plates، من 8 overlapping plates، اللي هي عدد الصفائح 8. الصفائح الصدفة تكون عددها 8، وهي متراكبة overlapped. اوكي،
في الجانب البطني، في الجانب البطني من الحيوان بالإمكان في الفنترال فيو بالإمكان أن نلاحظ الفم الذي يوجد في ضمن الرأس المقتضب المختصر الذي هو رأس غير واضح، رأس ضامر يوجد فيه فتحة الفم. وأيضا يمكن أن نلاحظ، طبعا هذا الرأس لا يحتوي على الراديولا ولا يحتوي على الأنتنة، فقط يوجد فيه وتفتح به فتحة الفم. الفوت تمتاز بأنها عضلية ماسكولر، وهي تحتوي وتكون يعني مسطحة وعريضة جدا، أوكي، وهي مؤشرة هنا قدم فوت، أوكي زين. المانتل طبعا هنالك المانتل، يمكن ملاحظة المانتل ايدج اللي هي حافة المانتل والمانتل جروف، اوكي، ويمكن ايضا مشاهدة الخياشيم التي تكون على حافة الحيوان زين. اذا هذه هي معظم التفاصيل التي يمكن ان نشاهدها في حيوان الكايتون. اهم ما يميز هذا الحيوان ان في الشيل مالته تكون متراكبة، عددها 8 صفائح، تتكون من 8 صفائح متراكبة، هاي من الناحية الظاهرية. من الناحية الباطنية يمكن ملاحظة القدم فوت العريضة، وملاحظة الفم الذي يوجد ضمن الرأس يعني الغير واضح، رأس مقتضب مختصر جدا غير واضح، primitive يعني بدائي جدا. ويمكن ايضا ملاحظة المانتل جروف مانتل ايج، ويمكن ملاحظة ايضا الفوت كما اسلفنا اللي هي عريضة وواضحة جدا. هذه صورة الحيوان كما يمكن مشاهدته في مختبرنا، وهي هنا الدورسال فيو يمثل الشيل التي تتكون من صفائح متراكبة، دورسال بليت اوفرلاب دورسال بليت، والتي يعني تكون متراكبة وعددها 8. بالإمكان مشاهدة الكايتون وهو بشكل إليبتيكال بايلاترال سيمتريكال، اوكي، وهو دورسو فنترالي فلاتند زين كومبريست او دورسو فنترالي كومبريست، ويتكون من الشيل فوت مانتل اند فيسرال ماس. هنا في الفنترال فيو يمكن ملاحظة فتحة الفم المؤشرة التي تقع ضمن الرأس الغير حاوي على الراديولا وغير حاوي على الانتنة. بالإمكان ملاحظة ايضا الفوت العريضة والمسطحة، وبالإمكان أيضا مشاهدة المانتل ايج حافة المانتل، أوكي. هذا هو الفنترال فيو لحيوان الكايتون، دورسال أند فنترال فيو في حيوان الكايتون كما يمكن مشاهدته في المختبر. بطنية الأقدام، بطنية الأقدام تشمل كل من القواقع سنيل الرخويات سلاج والمحار كونكس وغيرها من الأفراد. الجسم يكون بادي سيمتريكال، يوجولي عادة ما يكون كويلد يعني عادة في غلاف ملفوف، يوجد في صدفة ملفوفة، وفي بعض الأحيان تكون هذه الصدفة غير ملفوفة أو غائبة. الرأس head well developed يكون متطورا بشكل جيد مع وجود tentacles مع وجود عينين مع وجود راديولاي. القدم تكون large and flat تكون كبيرة ومسطحة، والجلز تكون واحدة أو اثنين، أما المانتل فيمكن أن تكون modified into يعني متحورة إلى secondary gills إلى خياشيم ثانوية أو إلى رئات أو إلى lung. هذه الحيوانات تمتاز بأنها ثنائية أو أحادية المسكن. الهليكس من الحيوانات المهمة جدا، وهي من الحيوانات البرية التي تقتات على المواد النباتية، ويتكون جسم الهليكس من ثلاثة أجزاء، هو الرأس head و
الذي يمتاز بأنه يحمل زوجين من المجسات تنتكلز. الزوج الخلفي من المجسات يكون أطول من الزوج الأمامي من المجسات، والذي طبعا يحمل العين العيون. القدم يكون عضلي عريض، والحدبة الإحشائية هي الجزء الثالث من الحيوان، والتي تقع داخل الصدفة الحلزونية. إذن يتألف جسم هذا الحيوان من الرأس، القدم العضلي العريض، الحدبة الإحشائية التي تقع داخل الصدفة الحلزوني. ماذا يحوي الرأس؟ يحتوي الرأس على زوجين من التنتكلز، زوج قصير أمامي وزوج خلفي طويل. الزوج الخلفي الطويل هو الذي يحمل العيون. تحيط الجبة بالحدبة الإحشائية. إذا الحدبة الإحشائية تكون محاطة بالجبة، والتي تتثخن في خط التقائها بالقدم، فينشأ تركيب يسمى بالكولر. هذا اللي تشوفوه حضراتكم مانتل كولر، وهو نقطة التقاء الحدبة الإحشائية المانتل بالقدم، فينشأ من هذا التتخن يعني طوق يقوم بإفراز القسم الأعظم من الصدفة. أوكي، مرة ثانية، يتكون جسم الحيوان من رأس وقدم وحدبة إحشائية. الرأس يحمل زوجين من المجسات، القدم يكون عضلي عريض، الحدبة الإحشائية تكون داخل صدفة حلزونية، تحيط الجبة بالحدبة الإحشائية وتتثخن في خط التقائها بالقدم، فينشأ من هذا التدخل ما يسمى بالمانتل كولر. هذا هو الصدفة الحلزونية لحيوان أليكس، الذي يمكن أن تشاهدوه في المختبر، والذي يوجد في داخله الحدبة الإحشائية. يوجد في داخله الحدبة الإحشائية، واضح؟ زورقية الأقدام أو سكافوبودا زورقية الأقدام. طبعا هذه زورقية الأقدام تمتاز بأنها يعني الشيل مالتها تشبه الأسنان، تسمى tooth shells، أو تشبهنا بالفيل في مظهرها، تسمى elephant tusk shell. زين، الجسم يكون محاطا بقطعة واحدة، body enclosed in a one piece، قطعة واحدة، و التيوبولر شيل تكون يعني الشيل تمتاز بأنها أنبوبية، تكون صدفته أنبوبية مفتوحة النهايتين. إذن الصدفة تمتاز بأنها أنبوبية ومفتوحة النهايتين، وتحتوي على قدم مخروطية. الفم يكون حاوي على راديولا وعلى تنتكلز، على لوامس وعلى جهاز أو عضو الراديولا، عضو المفتات الراديولا، ويحتوي أيضا على التنتكلز. الرأس يكون غائب غير موجود، وتستخدم المنتل لغرض التنفس، والجنسين يكونان منفصلين. مثالنا لهذه المجموعة الحيوانية لرتبة أو عفوا لصنف زورقية الأقدام هو الدنتاليوم، هو حيوان الدنتاليوم. حيوان الدنتاليوم يعيش في أعماق متباينة من البحار، وينطمر جزئيا في الرمال. تكون صدفته أنبوبية مفتوحة النهايتين، وتشبه نابل فيل في مظهرها، لذلك يسمى اعتياديا بأصداف السن توث شيل، أو أصداف سن الفيل، أو أصناف نابل فيل. القدم يمتاز بأنه مخروطي، ويعني يساعد الحيوان على الحفر في الرمال. يكون مخروطي القدم ويساعد الحيوان على الحفر في الرمال. ينمو من الجهة الظهرية للرأس عددا من الخيوط الماسكة اللي هي تسمى بالكابتوكيولا، المنتهية بتراكيب تشبه المحاجم. أوكي، كابتوكيولا التي هي عبارة عن تنتهي بتراكيب تشبه المحاجم. وينمو الراديولا بشكل جيد، وتكون الكلى مزدوجة والقلب معدوم، والتبادل الغازي يتم عن طريق المانتل. كياتا صنف صفيحية الغلاسم أو صفيحية الخياشيم، وهذا الصنف طبعا يضم المحار الباي فالف موليسكا، also called بايفالفيا.
وهي ثنائية المصراع. أوكي، ثنائية المصراع الباي فالف موليسك. طبعا هذه الجسم، هذه الحيوانات يكون متماثلا جانبيا، هاي أول شيء، ويغلفه تماما فصين من المانتل، body enclosed in two lobe mantle، فصين من المانتل، أوكي، من الجبة. أوكي، طبعا هذه الجبة أيضا تقوم بإفراز صدفة تتكون من مصراعين shell of two lateral valve of variable size and form، طبعا تكون بمختلفة الأحجام والأشكال، وتحتوي هنا أيضا على رباط يعني من أجل تمفصل هذه المصراعين dorsal hang. زين، هذا رباط يساعد في تمفصل هذين المصراعين، طبعا يتمفصلان هذين المصراعين من الناحية الظهرية ويتصلان برباط. أوكي، يتصلان برباط. طبعا هنا يجب أن نعرف أن الرأس مختزل head is reduced or absent أو كثيرا ما يكون مفقودا. زين، وليس هنالك لوامس تنتكل، وليس هنالك المفتات راديولا، والفوت دائما ما تكون ويج شيب، تكون وتدية الشكل، واضح، تكون القدم وتدية الشكل. طبعا الغلاسم عادة ما تكون plate like and large، يعني تكون صفيحية أو صفيحية الشكل وتكون كبيرة، ومن هنا جاءت تسميتها بصفيحية الغلاسم أو صفيحية الخياشيم. أوكي، وهي طبعا تكون سيرييتد هذه الغلاس الخياشيم، ويمكن أن تستخدم في عملية التغذية. والسكس are separated، الأجناس تكون منفصلة في هذه المجموعة من الحيوانات. مثالنا لهذا اليوم هو حيوان الأنادونتا، لهذا الصنف حيوان الأنادونتا، وهو يسمى بمحار الماء العذب اللي هو fresh water mussel اللي هو الأنادونتا. وهذا المحار شائع في أنهار مثلا مثل نهر النيل، وموجود أيضا في كثير من الأنهار يعني المياه العذبة وليس في مياه البحار. طبعا هذا الأنادونت يعني يعيش في قاع النهر ويرقد وطرفه الأمامي مدفون في الطين، ويتحرك هذا الحيوان بفعل قدمه ولكن ببطء شديد جدا. طبعا الصدفة في هذا المحار تتكون من مصراعين the shell is formed of two lateral equal valves، مصراعين اوكي هاي hang together along the dorsal edge، تكون يعني متصلة معا على طول الحافة الظهرية ولكنها تنفتح عند الناحية الباطنية وتبرز القدم إلى الخارج فيما بينها. أما الأجزاء الرخوة الموجودة تكون كلها مغلفة بمصراعي الصدفة، غير أن المانتل يبرز عند أحد الطرفين اللي هو طبعا الطرف الخلفي من عندها، وسنراها في الرسم اللاحق، ويبرز عند أحد الطرفين مثل ما قلنا الخلفي منها على شكل أنبوبتين قصيرتين، هما الانهيلنت سايفون والإكزهيلنت سايفونز، واضح. هذا الرسم التوضيحي يبين لكم الصدفة. طبعا أولا الشكل واللون يعني يكون بني يعني أو في بعض الأحيان ريدش براون خشن، يمتاز بأنه هذا بأنه يعني ذو سطح خشن، وهنالك ما يسمى بسرة الصدفة أو ما يسمى بالأومبو، وهو عبارة عن تركيب منتفخ قليلا توجد في الناحية الظهرية الأمامية، وهي مؤشرة باللون الأحمر هنا، وتمثل هذه أقدم جزء بدأ منه نمو المصراع.
طبعا خطوط النمو المتركزة هنا حول أو على سطح الخارجي تمثل خطوط النمو، أوكي، تمثل خطوط النمو، أوكي. وهناك أيضا الفتحات اللي هي قلنا عليها في السلايد السابق، اللي هي الإكسهيلينج سايفون التي تساعد في خروج الماء، والإنهيلينج سايفون الشهيقية التي الفتحة الشهيقية التي تساعد في دخول الماء والمواد الغذائية التي يحملها الماء، أوكي، وهي مؤشرتين باللون الأخضر. أما بالنسبة لأجزاء الرخوة في داخل الأصداف في داخل الصدفة، فيمكن أن نلاحظ أولا الحدبة الإحشائية الفيسرال هامب التي تقع إلى الأعلى، وهي مؤشرة باللون الأزرق. ويمكن أيضا ملاحظة العضلات اللي هي هنالك عضلتين هي تسمى بالأنتيرير ريتراكتر مسل، أنتيرير ريتراكتر مسل وبوستيرير ريتراكتر مسل، هي العضلتين المرجعتين الأمامية والخلفية، أنتيرير ريتراكتر مسل، وكلاهما مؤشر باللون الأخضر، وكلاهما كلا العضلتين مؤشرتين باللون الأخضر. هذه العضلتين المرجعتين الأمامية والخلفية هي الأنتيرير أند بوستيرير ريتراكتر مسل، هي عبارة عن تو سمول muscle serve to withdraw the foot، تقوم بسحب القدم، withdraw the foot، اوكي، هاي من هي؟ هاي العضلتين، العضلة المرجعة الأمامية والعضلة المرجعة الخلفية، العضلة المرجعة الأمامية والعضلة المرجعة الخلفية اللي هي الأنتيرير ريتراكتر مسل والبوستيرير ريتراكتر مسل، والتي تكون مؤشرة هنا باللون الأخضر. أما العضلتين الأخريتين اللي هي الأنتيرير أند بوستيرير الدكتر مصر، والتي هنا في هذا الرسم مؤشرة باللون الأحمر، وتعني العضلتين المقربتين الأمامية والخلفية، anterior and posterior adductor muscle، وهما عضلتين كبيرتين أحدهما أمامية والأخرى خلفية، تعمل هذه العضلتين على غلق الصدفة، غلق الصدفة، واضح. أما العضلة التي تسمى ب البروتراكتر مسل المؤشرة باللون الأصفر، فهي العضلة الممدة أو المطيلة، وهي عبارة عن عضلة بطنية أمامية كبيرة، تعمل هذه العضلة على extend the foot، على مد القدم، مد أو إخراج أو إطالة القدم، extend foot. بالمناسبة ممكن ملاحظة exhalant and inhalant siphon اللي شرحناها بالسلايد السابق، وهي عبارة عن فتحات شهيقية وأخرى زفيرية لغرض دخول وخروج الماء، وهي مؤشرة بالمربع الأخضر على يمين الصورة. بعد أن تعرفنا على أهم الأحشاء اللي موجودة، يمكن أن نلاحظ المصراع الصدف الأيمن من الداخل، interior of right shell valve، والتي بالإمكان أن نلاحظ فيها السرة والهانج ليجمنت. الهانج ليجمنت اللي هو عبارة هذا المؤشر باللون الدائرة الحمراء هنا، وهو عبارة عن حبل مرن لونه بني داكن، يمكنه يعني طبعا في بعض الأحيان هذا الرابط يحتوي على أسنان أيضا، اوكي. فإذا هذا الرابط هو عبارة عن حبل يعني دارك براون إلاستيك كورد، والذي يوجد في الحافة الدورسال الظهرية من المصراعين، والتي تقوم بعملية ربط المصراعين مع بعضهما البعض. كما يمكن ملاحظة أقدم مكان في الصدفة، وهو سرة الصدفة اللي هي الأومبو. طبعا بالإضافة إلى بالإمكان أنه نشاهد insertion of muscle اللي هي آثار العضلات الخشنة على الداخل، عضلة يعني anterior retractor muscle، posterior retractor muscle، anterior adductor muscle، posterior adductor muscle، والprotractor
مصلها كلها نلاحظ الانسرشن مالتها، اوكي، يعني لانه هي مطبوقه لانها يعني منطبقه على بعضها البعض، فان اثار العضلات عند فتحها يمكن ان تظهر على المصراع الصدف الايمن من الداخل. اهم شيء نعرف انه هنالك رباط المفصل المؤشر بالدائره الحمراء، وهو عبارة عن تف دارك براون إلاستيك كورد، تكون من نسيج رابط والذي يربط في بعض الأحيان توجد أسنان هنالك في بعض الأنواع، وهنالك سرة الصدفة المؤشرة بالدائرة الخضراء، ومن ثم العضلات اللي هي insertion of muscles، insertion of anterior retractor, posterior retractor, anterior adductor, posterior adductor والprotractor insertion. نأتي إلى كلاس صنف السيفالوبودة. سيفالوبودة وهي رخويات معروفة سيكويدز، ناتيلويدز، أكتوبسز، الأخطبوطات، الحبار، ينتمي إلى هذه المجموعة من إلى هذا الصنف، وهو صنف رأسية الأقدام. طبعا الشيل الصدفة تكون في أغلب الأحيان reduced or absent، يعني مختزلة أو مفقودة. بعض أنواع الرأسية الأقدام تحتوي على external shell، على ردى خارجية ذات رداهات، chambered external shell، chambered external shell. طبعا الرأس يكون جيد التكوين، حسن التكوين، head well developed، ويحتوي على العيون eyes and المفتات، عضو المفتات الراديولا. طبعا هنا الفوت تمتاز بأنها الفوت تكون متحورة إلى أذرع أو tentacles، أذرع arms or tentacles. طبعا السايفون أو الفنل أو القمع يكون موجوداً ويساعد في دخول وخروج الماء. Sexes are separated، الأجناس تمتاز، يعني الجنسان منفصلان، الجنسان في هذه الحيوانات في هذه المجموعة يكونان منفصلين. رتبة الدايبرانكياتا رتبة ثنائية الغلاصم، ولأفراد هذه الرتبة غلصمتان وكليتان. أما الصدفة إن وجدت فتكون مختزلة، يعني no shell أو internal shell. إذن هي هذه الدايبرانكياتا have pair of kidney, pair of gills، زوج من الغلاصم، يعني غلصمتان وكليتان، والصدفة تكون داخلية أو غير موجودة. و هناك 8 إلى 10 تنتكلز حاوية على محاجم، 2 منها تكون طويلة بهيئة أشرة أذرع، والعيون في هذه المجموعة تمتاز بأن لها عدسات، وقد تكون حاوية على الإنك ساك، على كيس يقوم بإفراز مادة تشبه الحبر تسمى بالإنك ساك، ومثالها هو حيوان الأكتوبس الأخطبوط وحيوان السيبيا. الأخطبوط الأكتوبس هو من الحيوانات رأسية القدم المشهورة جدا، والتي تعيش في الشقوق المظلمة وبين مراجين البحر، كما أنها تعيش في أعماق بعيدة أيضا، وبعض منها يكون يعني يمكن أن يكون كبيرا جدا وخطير جدا. طبعا هنا الحيوان إذا تلاحظون حضراتكم في هذا الرسم هو يكون باج لايك، يعني يشبه الكيس تقريبا، وله رأس وأذرع وحدبة شوكية، يعني يتكون من head, arms and visceral hump. طبعا إذا تلاحظون حضراتكم هنا هذه الأذرع تحتوي، هذه الأذرع تكون 8 في هذا الرسم، في هذه الصورة عدد الأذرع تمتاز بأن عددها يكون 8 فقط، ممدودة جدا وتكون متساوية بالطول، elongated but all equally developed، كلها تكون متساوية.
في الطول وتتصل معا تجاه قواعدها بغشاء ظاهر. إذا تلاحظون هنالك غشاء ظاهر، وتحمل كل ذراع على جانبها الداخلي صفين من الممصات. Each arm bears two rows of fleshy sessile suckers. تحتوي، إذا تلاحظون حضراتكم، صفي في كل ذراع هنالك صفين من السكرز، السال سكرز. أوكي، فإذا هنا هذه الأذرع الثمانية هي تكون متساوية، هذه الأذرع تكون متساوية ممتدة ومتساوية وعددها ثمانية. الرأس هنا وهو كبير نوعا ما ويحمل الفم وعينين كبيرتين. The head is large and bear the mouth and two large eyes. أيضا رسم تخطيطي يوضح الرأس والحدبة الحشوية الفيسيرال هامب والأذرع الثمانية التي يمتلكها هذا الحيوان. مرة ثانية نلاحظ أنه الرأس كبير ويحتوي على عينين كبيرتين واضحتين وثمانية أذرع. هذه الأذرع تكون تمتاز بأنها طويلة ومتساوية ولها صفين من المحاجم الجالسة. يمكن أن نلاحظ القمع الفونل اللي هو بمثابة السايفون الذي يساعد في دخول وخروج الماء. وهذا الحيوان أيضا مثل ما قلنا لكم هو يعني يتكون من رأس وأذرع وحذبة حشوية، وفي هذا الرسم يمكن أن نلاحظه بشكل واضح. وصفي السكرز على الأذرع تكون جدا واضحة في هذا الحيوان. هذه صورة من مختبرنا، مختبر اللافقريات، وفيه نموذج لحيوان الأخطبوط الأوكتوبس، والذي الجزء المؤشر هنا بالفورسيبس هو السكرز التي تقع بشكل صفين على الأرمز على الأذرع الثمانية لهذا الحيوان. المثال الثاني هو حيوان الحبار سيبيا، ومن الحيوانات المعروفة والشائعة. حيوان الحبار هو من الحيوانات الشائعة في البحار والتي تستطيع أن تعوم بالقرب من سطح الماء، وله مقدرة فائقة على تغيير لونه في بعض الأحيان كما هو الحال في حيوان الحرباء. إذ يستطيع هذا الحيوان أيضا أن يعني يغير لونه، ويستطيع أن يهرب من العدو، ويستطيع أن يخرج سحابة من الحبر، من مادة تشبه الحبر تعينه على أن يختفي عن الأنظار. طبعا أيضا بعض السكان السواحل يحب يعني يصطادوه ويأكلون لحمه. الصفات الخارجية لهذا الحيوان، طبعا أول شيء الجسم هو مقسم أساسا إلى ثلاثة مناطق، اللي هو رأس واضح وحدبة إحشائية مخروطية، وهنالك يفصل بين هذين يعني الرأس والحدبة الإحشائية ينفصلان بعنق قصير كولر أو نيك. أوكي، طبعا الرأس يمتاز بأنه يحتوي على عينين كبيرتين شبيهتين أو تضاهيين عيون الفقاريات، يمكن ملاحظتها بالرسم بشكل جيد. كما هذا الحيوان يحمل من الأمام فتحة الفم التي تحيط بها شفة دائرية بارزة، ويبرز منها فكين قرنيين أو متقرنين كبيرين، وتنشأ حول الفم عند الطرف الأمامي للرأس ثمانية أذرع مدببة. كل من هذه الأذرع تمتاز بأنها مزودة بأربعة صفوف من الممصات، أربعة صفوف، على عكس حيوان الأكتوبس الذي كان كل ذراع من أذرعه مزودة بشنو؟ بصفين من السكرز من الممصات على سطحها الداخلي. كذلك تحتوي على لامستين طويلتين، هذه اللامسة الطويلة التي تعتبر الذراع رقم 9 و10، خلينا نقول الزوج الخامس من الأذرع، والتي هذه اللوامس أو الأذرع الطويلة تمتاز بأنها لا تحتوي على سكر فقط في نهايتها، تحتوي على عدد كبير من السكر في نهايتها المتسعة. يعني هذا الذراع الأخير 9 و10، الذراعين الأخيرين أو ما نسميه بالتنتكلز، يتسع في نهايته
ويحتوي على شنو؟ يحتوي على سكرز. وتستخدم هذه اللوامس أو الأذرع الطويلة أو التنتكلز في صيد الفريسة والإمساك بها ومن ثم يلتهم الحيوان. طبعا هذه الأذرع واللامسات تمثل الجزء الأمامي للقدم المتحورة، يعني إذن هي عبارة عن قدم متحورة تحور كبير، فنشأت فأصبحت بشكل شنو أذرع ولوامس، ومن هنا جاءت تسمية هذه الحيوانات برأسية الأقدام سيفالوبود. الثانية هي رتبة رباعية الغلاسم أو رباعية الخياشيم تترابرانكياتا، واسمها يدل على صفاتها الرئيسية، إذ إنها تحتوي على زوجين من الكلى وزوجين من الغلاسم أو الخياشيم two pairs of kidneys two pairs of gills، بالإضافة لأنها القشرة أو الصدفة الخارجية تمتاز بأنها ذات ردهات. وهنالك العديد من الريتراكتايل تنتكلز من اللوامس القابلة للانكماش، ريتراكتايل قابلة على الانكماش وهي غير حاوية على محاجم، unsuckered and retractile tentacles. اوكي، مثالها هو حيوان النوتيلاس. حيوان النوتيلاس وهو من الحيوانات هذه طبعا يعني تمتاز بأنها لها زوجان من الخياشيم وزوجان من الكلى، وعيونها بسيطة وصدفتها الخارجية متعددة الردهات أو متعددة الحجرات إن صح التعبير. والمثال النوتيلس هذا اللي نتكلم عنه هو أنها الصدفة مالتها اللي حسب ما تلاحظون حضراتكم تكون ملفوفة التفافا لولبيا واضحا ومقسمة من الداخل بحواجز مقعرة كثيرة إلى مجموعة من الحجرات إلى مجموعة من الردهات. طبعا هنا الحيوان يشغل الردهة الأكبر، يشغل الردهة الكبيرة والتي تسمى بحجرة الجسم، تسمى بالبادي تشامبر. أوكي، أما الحجر الأخرى فهي الحجر الفارغة التي هي يعني لا تملأ بالجسم، بينما تملأ بالهواء لتحقق للحيوان الطفو. أوكي، فإذا هنا إذا تلاحظون حضراتكم الردهة الكبيرة المؤشرة باللون الأحمر هي تسمى بالبادي تشامبر، أما الردهات الصغيرة اللي هي التي تكون يعني مقسمة بحواجز فهي التي تكون مليئة أو تمتلئ بالهواء، والتي مؤشر هنا باللون الأخضر فهي الردهات الصغيرة. أوكي، صورة لحيوان الناتشيلس والذي هو من الحيوانات الذي يعرف باسم البيرلي ناتشيلس. هذا الناتشيلس يمتاز بأنه يعني يحتوي على شيل كلسية سبايرالي كويلد وتحتوي على ميني تشامبر شيل، بالإضافة إلى أنه طولها تقريبا يصل إلى 25 سنتيمتر. التكستشر يكون يعني لونه أبيض و مخطط ببراون باند. طبعا هذا الانيمال يعني هذا الحيوان يحتل مثل ما قلنا البادي تشامبر، وبواسطة الاذر تشامبر الصغيرة التي تمتلئ بالهواء يساعده بمساعدة حركة التنتكلز يمكن ان يتحرك ويطفو.